بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي وعشاق الكرة المصرية من مشاهدي استاد مصر وقناة أون سبورت، سهرة كروية جديدة من سهرات الدوري المصري موسم 2017-2018، لقاء مؤجل من الأسبوع 23 بين المصري البورسعيدي أمام الرجاء الأسبوع 23. في رقم بقى إحنا كجمهور بندور عليه في هذا اللقاء، هو الهدف 500، سجل في الدوري حتى الآن 499 هدف. إسلام سري ومحمد حمدي اتنين جناحين مش باكين بقى بيلعبوا للنادي المصري. ادي اسلام عيسى ممكن يسدد، يا سلام على المهاره، لكن اعتقد في اوف سايد على ايسوف وتارا القادم من وادي دجله صاحب الخمس اهداف مع اليلو بلاك، اللعيب اللي دايما موجود، عشان كده هو صاحب شاره الكابتن محمود المغربي. شفنا لعيبه كتير كانت موجوده مع نادي الرجاء نقلت لانديه الدوري الممتاز. نشوف ايسوف وتارا، وادي بانسي، حلوه كوره كرة من بوركينا فاسو من الثنائي ايسوف وتارا للاعب أريستايد بانسي. النادي المصري اللي بيسعى لتحقيق المركز الثاني كان وصيف الدوري تسع مرات. شوف الهجمه دي الاول، احمد شكري عايز يعدل الكره على شماله، يا سلام حلوه يا راجل، طير بدماغك اسلام عيسى، يطير عليها برجليه ليه يعني وهي رايحه له، عايزه واحد يطير عليها، عايزه سوبرمان، لكن اسلام عيسى فضل انه يطير برجليه عن انه يلعب الكره براسيه، لكن لو طار براسيه هنشوفها مره ثانيه. بص احمد شكري، بص الكره عملها ازاي، بص الاتقان في التمرير، لو طار عليها، لو لعب براسيه كان ممكن يبقى الهدف الاول للنادي المصري. فريد شوقي، اسلام وسط ثلاثه، المهاره من اسلام عيسى، عايز يعدي اسلام، يلعبها البانسيه، عدل وبيشوط اسلام، حلوه بانسيه، حلوه التسديده بين ثلاث خشبات المره دي، لكن محمود الزنفاني متالق في الشوط الاول بيمسك كورته بثبات، محمد فاروق بيطلق صافره نهايه الشوط الاول بتعادل سلبي بين النادي المصري ونادي الرجاء. هيطلع اسلام صلاح صاحب القميص رقم 13 وهينزل عبد الله الشامي صاحب القميص 35. في تبديل ايضا لنادي الرجاء، تبديل بتبديل، مباراه من على الخطوط كبيره. لكن محتاج بانسي يقرب منهم، محتاجين يخدموا على بانسي ان هم يوصلوه في غياب طبعا احمد جمعه، لعيبه اللي بتقدر تسجل من نص الفرص. احمد جمعه، ادي احمد شكري يلعب الكوره على القائم البعيد، الزنفولي موجود، كان ممكن لكن تطلع كوره ضربه مرمى، مر فوق العرض على طول، ضربه مرمى لصالح نادي الرجاء. شويه صوتنا بيعلى، شويه بنتحمس مع اللقاء لان الفرقتين عايزين الثلاث نقاط. اسلام عيسى يلعب العرضيه، وادي الراسيه تعدي الزنفولي، يا ولد بتعدي كمان الكره من قدام يصف وطاره الباحث عن اول اهدافه مع النادي المصري في الكره دي، دقيقه 73. هل تشهد هدف اول في هذا اللقاء، هدف رقم 24 هذا الاسبوع والهدف ال500 في الدوري. محمد حمدي ترجع له الكره، وادي التسديده لكن في نص الجول، حلوه عمله الفنت ثلاثي من لاعبي النادي المصري. بالفعل بتتاخد الكره لصالح نادي الرجاء، غزوة عنترية لكن يبتدي يلعب بشكل جماعي احمد مصطفى لالا بيفكر في التسديدة، لكن تسديدة بعيدة بجوار القائم وتطلع ضربة مرمى لصالح النادي المصري. وبالفعل صافرة النهاية من محمد فاروق، تعادل السلبي بين النادي المصري، نقطة لكل فريق. النادي المصري هيكون 42 نقطة، نادي الرجاء هيكون ب 16 نقطة وهيفضل في المركز قبل الأخير. أعزائي مشاهدي اون سبورت، شكرا لحسن المتابعه، عوده للاستوديو مع الكابتن سيف زاهر ونجوم تحليل اون سبورت.